5 سنين على نجح جالي انا ما جاش لي انا. كان خاطب شي سيده قبل هاي 5 سنين خاطب، راه الشهر ديال رمضان ملي غيدخل رمضان غتكمل 6. كان معاها انا هاد السيده هي اللي كنعرف، لانه هو اللي هو قال ما قال لي حتى فكر 1000 مره عاد قال لي لقى واحد السيده راه تعرفت عليا في الانترنيت، رغم ان نفس المنطقه تاع الراست هي بعيده منا انا ما كنعرفهاش. من الحومه ديالكم؟ لا انا اول مره غنشوفها هي اليوم ديال الخطوبه. انا هو ما قال لي حتى فكر شحال، قلت لك باقي صغير وراك هادي وراك هادي. فعلا مشى خطب، مشى خطب راسو ما مشيتيش، هادشي اللي قال لي هو جا عندي قال لي راه الوالدين ديالو قال لي ضروري خاصك تجيب الام والاب. ما بغيتش نمشي، مشى الاب بوحدو، هادي حاضره ليه، مشى الاب انا ما بغيتش نمشي. هو راه هادشي ما كنكذب، ماشي كذوب، راه كلشي كنقولو ملي كنقولو كنتخيلو بين عينيا، يعني قصه واقعيه. مشى هو والاب ديالو، انا عاقله من ورا الفطور ديال رمضان ما بغيتش نمشي، لان عارف انا ولد باقي صغير وباقي غتجي كنت خايفه من هاد المرحله، هاد المرحله كنت خايفه منها. رغم ان ديك الوقيته كان تابعني كان كيسمع ليا داكشي، قلت لي شوف انت باقي صغير على المسؤوليه، لهذا خلي حتى توصل هذيك السن 30 حتى تنضج. قال لي لا هذه ما بقى يخربق على هذيك، صافي مشيت كنت خايفه من هذه القضيه. ها هو دابا صافي نتشغل مع السيده صدقت انا هي اللي منعتو من الزواج. انا ما منعتوش من الزواج، ما يجيبوش دبر راسه. واش تفرق مع الخطيبه ديالو؟ وراه حتى انا ما عارفاش السبب. دابا الا قلت لي نيت غتقول لك الام ديالو، لدرجه عيطت عليه في اللايف وعايرتني انا ما ليا حتى شي دعوه بهذا الشيء. انا هاد السيده راه غتكون هي تسمعني، انا كنت كنقولها لك انت نيت كنت كنقول لك ما ديريش مع افلام وما ديريش مع فيديوهات، راه الخط ضروري واحد النهار غتنفاسو غتندمي. وكنت تمشي ديري سرقه عليا، هادشي وصلتي هضرتي دابا صدقت انا هي ظالمه. وكنت كنقول لك ماكم طولتوا بزاف، خطبه راه ما كطولش 5 سنين كنقول على هاد السيده والديها يدويو 5 سنين ما 5 سنين راه بزاف، راه الخطبه كتكون غير عام. الخطبه في الشريعه الاسلاميه تعطات واحد الفتره قصيره باش الزوج يعرف الزوجه مزيان، نتوما طولتوا 5 سنين 5 سنين راه بزاف ما بقاتش خطبه. هذاك الشيء علاش انا هزيت يدي وما بقيتش انا كنهضر معاهم وبلوكيتهم وعاد كنتلاقى مع فتيق، لان ما بقاتش شي علاقه معاهم. دابا هو حشمنا حتى مع هاد الناس، ما بقاتش انا عندي علاقه معاهم، لان انا ماشي هو انا السبب، خاصهم هما يسولوا هما السبب شكون. ربما انا كنقول واقيلا هاد السيده، لانه ملي عرف هاد السيده، واش هاد السيده ندى حسي ربما اللي تكون بدلات نزار؟ هي مالي حتى شي ذنب، انا ما لان هي كتقول لي مالي حتى ما بيني وبينك والو. هو راسو اللي دار راسو لهاد المشكل وبعد على السيده، على حيت تشغل بهاد السيده ديال الخميسات تشغل بها. اما هي راه جات فهماتو قدام الراي العام وقالت لي انت كصديق وكاخ واش بغاك تعمل هادشي؟ صافي السيده مزوجه، الشريعه الاسلاميه ما تسمحش لينا تعدد الازواج.